دكتور حمدي عبد الرحيم الطب الشرعي. دكتور عرب السيد من مصلحة عرب السيد فني مع دكتور حمدي. السلام عليكم. ربنا نصرك في شغل دي فرحة، فرحتك بعيالك. عيالي ومراتك بتولد. الكلاب والقطط في الشارع بيخلفوا من غير لا دكتور ولا مستشفى وبيبقوا زي الفل. الكلاب مش بنتي. ما تفرقش. خبطي على ظهره يا طنط. ده طفطف عليا. وادي يا سيدي البامبرز. انت جايب لي اتنين؟ مش هما اتنين؟ توأم؟ احنا هنحتاج حد يساعدنا لهم. حضرتك ساكنه هنا معانا في العمارة؟ الاستاذ عربي قال لي انكم عايزين شغالة. تيتا صفية. يرفع القعده دي. اكيد ياسمين. انا ما بحبش ارد على التليفون اثناء ساعات العمل. يا لهوي يا ريت. بتاخد مرتب كام؟ بتاخد 6000. ده قليل جدا عليك. انا باخد 700 جنيه. اشغل شقه على MBC مصر وشاهد رمضان يجمعنا.